مساء الخير لك وللسادة مشاهدي قناة النهار. شكرا لك دكتور، شكرا لحضورك معنا اليوم. إذا الدبلوماسية ومساعي الدبلوماسية الجزائرية تنجح في حشد الأفارقة لرفض دخول الكيان الصهيوني كعضو مراقب في البيت الإفريقي في الاتحاد الإفريقي. هذه هي المساعي كللت ولاقت دعما إفريقيا، وحتى مثل ما تابعنا في التقرير من الفصائل الفلسطينية، ونجحت في الأخير في إرجاء هذا القرار إلى لقاء القادة الأفارقة والقمة الإفريقية المرتقبة. باستطاعتنا نقول بأن هذا نصرا ونجاحا للدبلوماسية الجزائرية في طرد هذا الكيان من البيت الإفريقي؟ أكيد. أولا أشكرك، أنت أتيت بكلام دقيق ولديه عدة معاني ومؤشرات ودلالة في العمل الدبلوماسي. حقيقة اليوم الدبلوماسية الجزائرية استطاعت أن تحشد العديد من الدول الإفريقية ومن أجل الوقوف أمام هذا المشروع الكيان الصهيوني، وهو الامتداد سواء في إفريقيا أو الشمال الإفريقي، هذا شيء مؤكد منه. وبالتالي استطاعت الدبلوماسية الجزائرية خاصة في العمل في الكواليس ومن خلال القمم الدولية على غرار قمة المؤتمر السلم والأمن الإفريقي الذي انعقد في أواخر 2012 في ديسمبر في الجزائر، استطاعت الجزائر أن تشكل جبهة قوية في إفريقيا ضد المشروع الكيان الصهيوني والعمل على طرده من الاتحاد الإفريقي. لابد أن نشير إلى نقطة مهمة، أنه قبل ذلك استطاع المفاوض الجزائري أن يقوم بتأجيل عملية مناقشة الكيان عضوية الكيان الصهيوني كمراقب إلى قمة رؤساء الدول، وهذا يعتبر في نظر اللغة الدبلوماسية بالدبلوماسية الرئاسية. اليوم نشهد أن رئيس الجمهورية السيد تبون يمارس ما يعرف بالدبلوماسية الرئاسية، خاصة فيما يتعلق بالملفات الكبرى والحساسة. أنا على حسب تقديراتي وعلى حسب المتتبعين، الدبلوماسية الجزائرية اليوم استطاعت أن تحشد أكثر من 20 دولة إفريقية من أجل الوقوف أمام هذا المشروع الصهيوني. لابد فقط أن نذكر ونعلم الرأي العام على أن النظام المخزن المغربي هو الذي كان من وراء الإتيان بالكيان الصهيوني في الاتحاد الإفريقي، ومن وراء ذلك عدة أسباب، أولها ضرب الدول المحورية والمؤثرة داخل إفريقيا. هدف الكيان الصهيوني في إفريقيا زرع البلبلة والتوترات والنزاعات المسلحة والغير المسلحة في إفريقيا. دكتور تتحدث حاليا عن الهدف، والنقطة مهمة، ما هدف الكيان الصهيوني لدخول البيت الإفريقي؟ يتساءل البعض، أنت تعرف أنه ولوج هذا الاتحاد الإفريقي بمساعدة المغرب وبمبادرة مغربية